يريد منع نشر تعليقات أو روابط مواقع إلى غير ذلك في الصفحة. كيف أقوم بذلك؟ أذهب إلى الصفحة ثم الإعدادات، كذا أستعمل اللغة العربية في الشرح. في صفحة الإعدادات نذهب إلى عام، ثم إلى هذه الخانة الإشراف على الصفحة، أضغط عليها. في هذه الخانة نكتب الكلمات التي نريد منع نشرها في الصفحة أو في التعليقات. مثلا أريد منع روابط، فأكتب أشهر الكلمات https://www.http أو اسم الموقع كاملا في هذه الخانة، ثم أقوم بحفظ التغييرات. الآن لا يمكن لأي أحد نشر هذه الكلمات في صفحتك. لنجرب ذلك، نذهب إلى نقوم بالدخول إلى حساب آخر. هذا هو الحساب الثاني. الآن ما علي إلا الدخول إلى الصفحة، ما علي إلا الدخول إلى تلك الصفحة ومحاولة كتابة تعليق يحتوي على تلك الكلمات المحظور. نجرب. هذه الصفحة، نجرب تعليق، اكتب www ثلاث مرات. اوكي، كما تشاهدون يخبرني أن التعليق تم إرساله بشكل عادي وطبيعي، ولكن في الصفحة الحقيقية لا يظهر هذا التعليق. نعود إلى الصفحة. لأني أضمن في هذه الصفحة سأشاهد التعليق، يمكنني مشاهدة التعليق ولكن سأشاهده مضلل، فبهذه الطريقة أعلم أن شخص ما قام بوضع التعليق، وهذا التعليق قمت بحظر محتواه، ولكن الذي وضع التعليق يظن أن تعليقه مر بشكل سليم. لو قمت بالتجريب بالدخول بحساب ثالث فلن أجد التعليق. هذا هو حل منع تعليقات المزعجة على الفيسبوك في النشر أو التعليق. إذن كان هذا درس اليوم. في الأخير لا تنسوا الاشتراك في قناتي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.